ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اتفرجوا على الفيديو ده، وحشتيني من الفيديو اللي فات. انا رجعت لكم النهارده بفيديو جديد، بس قبل ما نتكلم على فيديو النهارده، يا ريت لو انتوا بدايه تنزلوا تعملوا سبسكرايب او اشتراك في القناه، وتعملوا لايك للفيديو ده، وتدوسوا على زر الجرس عشان اي فيديو جديد يجيلكم بيه اشعار. النهارده هكمل السلسله بتاعتي بتاع الليبستيك. انا اتكلمت على كذا نوع ليبستيك ولسه مكملين. لو ما شفتوش الفيديوهات دي هسيب لكم اللينكات بتاعتها تحت في صندوق الوصف. النهارده هكمل كلامي وهتكلم على باليت جديده من باليت اروار. الباليت دي اسمها باليت جي كي. البلد دي نازله بقالها فتره، بقالها سنه، يعتبر ان هي البديل الارخص لانستازيا. مش بديل ارخص، هي المساويه لانستازيا طبعا بفرق السعر. زي ما احنا متعودين هناخد كل حاجه بالتفصيل من الاول للاخر. يلا بينا نبتدي نشوف هنقول ايه. البلد دي كده شكلها من بره، دي العلبه بتاعتها. جبتها منين؟ هتلاقيها في جروبات اونلاين، مش هتلاقوها في اي ستور، غالبا لازم اونلاين. هيكون ايه سعرها؟ تقريبا في حدود من 600 ل 700 في الحدود دي. هنفتحها سوا مع بعض. على العلبة بتاعتها من ورا مديلك هنا ايه المكونات بتاعتها، اللي هي البلت والفرشة واللي هي الحتة الميكسر دي، بس انا بصراحة مش لاقيها دلوقتي. هنا مديلك شوية يعني معلومات، لو انت عايزة تعملي ميكس ممكن يقولك اللونين دول يطلعوا ايه لو مش موجودين عندك في البلت. البلت دي زي ما انتوا شايفين هي شبه انستازيا بالظبط، فيها 18 لون، نفس حتى توزيع وترتيب الالوان بتاع انستازيا. فيها الالوان اللي ينفع تتحط صريحة، وينفع دي الالوان اللي تحت دي، افتح لكم عشان تشوفوا اكتر. الالوان اللي فوق دي تحط صريحه على طول، الالوان اللي تحت دي اللي هي زي الازرق والاصفر والاسود والابيض، عشان تعملي ميكس ممكن تغمقي او تفتحي او تطلعي الوان تانية. بتفتحيها بتلاقي معاها فرشه زي دي، عشان تحطي هنا الفرشه دي، عشان ممكن لو تاخدي وتحطي بيها على طول. والناحيه التانيه الحديده دي عشان لو عايزه تاخدي جزء وتعملي ميكس، على المفروض بيجي معاها حته ميكسر كده، حته معدن، باليت معدن كده، بس انا مش لاقيها حاليا وانا بصور. ساعات الصراحه بعمل الميكس في الباليت نفسها، على حسب ما تتعودي هتعرفي. هتكلم على البيجمنت بتاعها. البيجمنت بتاعها جميل، البيجمنت بتاعها عالي زي انستازيا بالظبط. انا شايفه ان هي زي انستازيا بالظبط. ممكن الاختلاف الوحيد بينها وبين انستازيا ان انستازيا كريمي شويه، دي اجمد شويه، بس البيجمنت هما الاثنين زي بعض. الثبات زي بعض، بس الثبات بتاعها اقول لك قد ايه. الثبات بتاعها بتاع 4-5 ساعات. هي برضو انستازيا نفس الوضع، اللي هي 4-5 ساعات، مش هتقعد معاك اليوم كله، مش زي اللي هي الارواج اللي هي المط والحاجات التانية اللي احنا مجربينها هتقعد معاك اليوم كله. لا دي مش هتقعد اليوم كله، هي كريمي اكتر، فثباتها معاكي انه ممكن يقعد معاكي 4-5 ساعات. عايزه تزودي الثبات بتاعها تقدري انك تعملي كده، انك ممكن تحطي ليب لاينر قبلها، وبعد ما تحطي الليبستيك ده او اللون اللي انت عايزه تحطيه تقوم ثبتها فوقيه بودر، لوز بودر كده شفافه، هيثبت معاكي فتره اطول. بس مش هقول لك الثبات الرهيب اللي هو 10-12 ساعه، لا، اللي هو 4-5 ساعات، اخرها 6 ساعات. ده معاك البلد دي بالنسبه للانستازيا طبعا فرق سعر رهيب. دي واحده في 600، الثانيه في حدود 1000 او 1200، فدي فرق يعتبر النص في السعر. نيجي نتكلم ونقول مين البنات اللي تحب تشتري البلد دي. اقول لك البلد دي حلوه قوي قوي الميك اب ارتست، هتنفعك قوي قوي في شغلك، خصوصا ان هي تيبيكال انستازيا وطبعا بنص السعر، فجميله ليكي. حلوه البنوته لو عايزه انها تجيب عندها الوان كتير وتقدر تعمل ميكس تطلع الوان تانية، دي جميله ليكي. بس انا بتكلم للبنات اللي عندها حس فني وليكي طولة بال، انك تعرفي تخلطي وليكي ذوق في الالوان، انك تعرفي لون ايه يطلع ايه، تقعدي تدوري وتجيبي، تمام، دي هتبقى تحفه معاكي. بنات بقى اللي عايزه اللون يطلع لها هو صريح زي اللون اللي قدامي هو اللي احطه، ماليش في الميكس وماليش في الحركات دي، وده عادي، في كتير مننا كده، انا منهم اصلا يعني. فبقول لك لا بلاش البلد دي، خليكي في الدرجات اللي انت تحبيها تجيبيها صريحه تستعمليها على طول. انا استعملي انتوا لو زي ما شايفين تلاقيني استعملي في الميكس قليل قوي، يعني ممكن استعمل في الابيض او الاسمر عشان اغمق، بس ان انا اعرف اعمل ميكس جامد بعد ساعات اجرب، بس ان انا كحس فني اقول عن نفسي لا ما عنديش يعني الصراحه. بس كبلد تغني تغني الصراحه للبنات اللي عايزه تجيب حاجه يبقى فيها الوان كتيره، ومش عايزه تدفعي مبلغ كبير في كل شويه لبستيك الوان وبتاع، ونيجي ساعات نشتري لقينا جايبين نفس الدرجات، فتقدري هنا تطلعي درجات جديده. لا دي جميله، واعمل لكم سواتش كام درجه كده واوريها لكم. دي شكل الدرجه، 3 درجات. عملت لكم الدرجه الاحمر دي، عملت لكم للدرجه الاحمر دي، والدرجه الاورنج، والدرجه اللي هي نيوت شويه دي، عشان بحب النيود واغلبية البنات بتحبني. دي صورتها، وحاطة لكم برضه صور لكام سواتش كده على الشفايف. فدي بقول للبنات اللي كانت حابة تشتري انستازيا ومش قادرة تجيبها ولا تدفع فيها المبلغ ده، دي كويسة ان انت تجيبي تجرب فيها لو انت عايزة تجيبي صراحة. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، يا رب يكون عجبكم، واستنوني في الفيديو الجاي. ويا ريت قبل ما تنشروا
وياريت قبل ما تمشوا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة وتعملوا لايك للفيديو ده وشير ليه على قد ما تقدروا في كل غرباتكم، واستنوني الفيديو الجاي. باي باي.